السلام عليكم. رحلة جديدة من رحلات تنمية الإبداع الدولي في العراق، الذهاب إلى موضوع مشوق وجميل من مواضيع القراءة للصف الثالث مع السيد فاطمة إسماعيل. قبل الذهاب إلى رحلتنا وإلى موضوعنا المشوق، نذهب لنأخذ معلومة مفيدة، بعدها ننطلق. معلومتنا المفيدة لهذا اليوم: كيف تكتب بخط جميل؟ إليكم بعض النصائح المفيدة والمهمة لكم. أمامكم صورتان، وضعية جلوس مختلفة، أيهما أصح؟ رقم واحد أصح، اجلس في وضع صحيح ومريح للكتابة. الخطوة اللي بعدها، اكتب على سطر وتجنب الكتابة بدون سطر. الخطوة اللي بعدها، اكتب على سطر وأترك سطر. الخطوة اللي بعدها، لا تجعل الخط مائل، يجب أن يكون الخط مستقيم. اكتب ال بين السطرين، أمامكم سطرين، يجب كتابة ال عليها دون الخروج من هذان السطران. جرب أنواع مختلفة من الأقلام حتى تجدوا القلم المناسب. الخطوة اللي بعدها، لا تعد القلم على الحرف لأن ذلك يشوه الخط. لا تكرر الكتابة وتعيدها لأنها تشوه خطك. الخطوة اللي بعدها، اجعل مسافة مناسبة بين الكلمات لكي لا تمتزج مع بعضها. احرص ان يكون حجم الخط مناسب متساوية الكلمات. موضوعنا لهذا اليوم هو الفأرة الصغيرة والأسد. هيا بنا لنذهب، ووصلنا إلى محطة شرح الموضوع. كان يا ما كان، وفي يوم من الأيام كانت هناك فأرة صغيرة تعيش في الغابة، وكان هناك أسد نائم. خرجت الفأرة وراحت تقفز وتلعب قرب الأسد، فشاهدت ماذا شاهدت؟ فراشة واقفة على وجه الأسد. قفزت الفأرة تلاعبها، فطارت الفراشة، وصح الأسد غضبانا، فخافت الفأرة وارتعشت. نظر الأسد إلى الفأرة وقال لها: كيف تقفزين على وجهي وأنا نائم؟ لا بد من قتلك. بكت الفأرة وقالت: سامحني يا سيدي، اتركني فقد أنفعك في المستقبل. ضحك الأسد وقال: كيف تستطيع فأرة صغيرة مثلك أن تنفع أسدا قويا مثلي؟ هيا اذهبي. ذهبت الفأرة، وفي أحد الأيام خرج الأسد ليتمشى في الغابة. مشى في الغابة ومشى حتى وقع الأسد في شبكة صياد، وحاول أن يخرج منها ولكنه لم يقدر. زأر الأسد بأعلى صوته: النجدة النجدة، خلصوني من شبكة الصياد. سمعت الفأرة صوت الأسد وهو يقول: ساعدوني ساعدوني. ذهبت الفأرة مسرعة وركضت نحوه، ورأته في الشبكة، فقالت له: لا تخف، سأخلصك من هذه الشبكة. قامت الفأرة بقرض شبكة الصياد بأسنانها
وخرج الأسد من الشبكة ونظر إلى الفأرة وقال لها: شكرا لك، شكرا لك، أنت خلصتني من الموت. وأصبح الأسد والفأرة صديقان. صغيرة تعيش في الغابة. وفي أحد الأيام قالت: الشمس طالعة والجو لطيف في الغابة، سألعب طوال اليوم. خرجت الفأرة من مكانها وراحت تقفز وتلعب مسرورة. مرت الفأرة على الأسد وهو نائم، فشاهدت فراشة واقفة على وجه الأسد. قفزت الفأرة تلاعبها، فطارت الفراشة وصح الأسد غضبان وزأر زئيرا مخيفا. فخافت الفأرة وارتعشت. نظر الأسد إلى الفأرة وصاح: كيف تقفزين على وجهي وأنا نائم؟ لابد من قتلك. بكت الفأرة وقالت: سامحني يا سيد الأسد. قال الأسد: لا، لا أسامحك، سأقتلك. قالت الفأرة: اتركني يا سيدي، فقد أنفعك في المستقبل. ضحك الأسد ثم قال: كيف تستطيع فأرة صغيرة مثلك أن تنفع أسدا قويا مثلي؟ لكني سأعفو عنك هذه المرة. وفي أحد الأيام وقع الأسد في شبكة صياد وحاول أن يخرج منها، ولكنه لم يقدر. زأر الأسد بأعلى صوته ونادى: النجدة، النجدة، خلصوني من شبكة الصياد. سمع الفيل زئير الأسد فذهب إليه وحاول أن يقطع الشبكة فلم يقدر. وركض الذئب نحو الأسد وحاول أن يخلصه لكنه لم يقدر. سمعت الفأرة زئير الأسد فركضت نحوه ورأته في الشبكة فقالت له: لا تخف، سأخلصك من هذه الشبكة. قرضت الفأرة حبال الشبكة بأسنانها فقطعتها. فرح الأسد وخرج من الشبكة ونظر إلى الفأرة وقال لها: شكرا لك، شكرا لك، أنت خلصتني من الموت. أحبائي، هنا توجد كلمة زأر. زأر، من هو الزأر؟ الأسد. زئير الأسد، يسمى صوت الأسد زئير، زئير الأسد. أودعكم، أطلب منكم أنه كتبوا لي الموضوع مرة واحدة مع الحركات مع حل التدريبات في الكتاب. انتظروني في موضوع جديد إن شاء الله. فاطمة إسماعيل، مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق. في أمان الله وحفظه.